السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. توحشتكم، عندي ياسر ما عملت لكمش فيديوهات يعني مباشر. صحيح اللي كنت نعمل فيديوهات مقابلات مع أشخاص أخرين، ولكن ياسر يلوموا فيا علاش ما كملتش الفيديوهات حول تاريخ المعتقل. طبعا أنا كنت شوية مشغول وعندي شوية أمور خاصة خلتني ما كملتش الفيديوهات، ولكن نوعدكم اللي باش نكملها. كما لاحظتوا القناة يعني فيها نوعا ما تغيير، حيث بدلت لها اسمها نحيت تعلموا دير ربكم وسميتها باسمي، ونحاول باش نردها أكثر متنوعة. البعض قال لي علاش بدلت لها الاسم متاعها. في الحقيقة عندي ياسر أسباب. تعرف اللي أنا الفيديوهات اللي نعمل فيهم هما في الحقيقة زادة ينفعوني أنا، على خاطر نراجع أفكاري ونفكر ونشوف وندخل في نقاشات مع ياسر، أشخاص يتصلوا بيا في الخاص، ونفكر ونحاول باش نطور نفسي. وأي إنسان راه مهما كان ميطورش نفسه هو إنسان يتأخر، حتى اللي يقول نفسه ملحد أكهو هذيك هي أكثر شيء نجم يوصله. راهو التطور الإنساني لن يتوقف، وأي شيء يتوقف عن التطور يعني انتهى. من المفروض نحن كبشر في هذه الدنيا أن ديما نتطور إلى آخر رمق في حياتنا. صحيح قد ما نطوروش تطور معناتها كلي، صحيح ما في مرحلة من حياتنا يوقع ما يسمى بالانعراج الكبير، ولكن لازم فما حاجة كل مرة زايدة تغير من نفسيتنا، تغير من طبيعتنا، تغير من تصرفاتنا، تخلينا نراجع ياسر حاجات. به أنا حبيت نقول في هذه الفيديو نوعا ما باش يكون شوية تغيير في القناة. أول نقطة هي مسألة أكثرية التنوع والسماح لأكثر عدد ممكن أن يشاركوا في القناة، على خاطر القناة هي في الحقيقة مش لينا وحدي، وإنما لكل إنسان يحب يعبر، وكل إنسان فهمت يحب يتعرف. أنا في حياتي مثلا تعلمت من ياسر ناس، فهمت، تعلمت ياسر حاجات، سافرت وحكيت وناقشت، والتوى مازلت نتعلم. ساعات نتعلم من معناتها إنسان بسيط جدا نجم تتعلم منه. هذاك علاش أنا ديما نقول اللي الإنسان لازم يكون ديما فايق، ديما منتبه. الإنسان اللي يهبط راسه ويمشي راهو إنسان ما يتطورش، وإنسان كيما نقولوا أحنا معناتها كيف وكيف الأنعام، فهمت. إذن الإنسان لازمه ديما يتطور. وأنا في الحقيقة نقدت الإسلام وعندي 17 سنة ننقد في الإسلام، ومن السهل راهو نقد الإسلام، فهمت، ومن يبدأ الإسلام وهناك نقد للإسلام، ما أنت متوقفش النقد للإسلام إلى اليوم. وأي إنسان يعرف يقرأ ويكتب يمشي يطلع على الكتب وينجم ينقد الإسلام. أنا نشوف اللي لازمنا ننتقلوا لمرحلة جديدة. يمكن أشخاص أخرين مازالوا كيبداوا توا ينقدوا الإسلام، ولا معناتها يطرقوا المسائل الخطيرة اللي موجودة في الإسلام أو في أي دين آخر بصفة عامة، ولكن بالنسبة لي أنا نشوف روحي تجاوزت هذه المرحلة. ما عادش حاجتي باش ننقد الإسلام. أنا نحب نفكر في الحاجات اللي احنا موجودين فيها، في المشاكل اللي احنا فيها، نناقشوا المشاكل هذه اللي احنا عايشينها كل يوم، سواء في المجتمع، سواء المشاكل النفسية، سواء معناتها المشاكل الاقتصادية أو المشاكل السياسية أو أي مشكلة أخرى يعني تخصنا احنا كمجتمعات شمال إفريقية يعني بصفة خاصة، وما يسمى العالم الناطق باللغة العربية. يعني لازمنا معناتها نتحولوا لمرحلة جديدة، مرحلة نحطوا صبعنا على الجرح، فين فما المشاكل، نطرقوا الكثير من المشاكل، مثل مثلا مشاكل الحسد، مشاكل العنصرية، مشاكل الكرة، مشاكل الخوف، مشاكل عدم الحرية، مشكلة النفاق، المشكلة الجنسية. عنا راهو
كم كبير من المشاكل، واللي الإسلام صحيح معناتها في كثير من الجوانب مشارك فيها، ولكن أصبحت تقاليد وعادات موجودة فينا، مغروسة فينا، نربيو أولادنا عليها. المجتمع ما ينتبهش، لأن المجتمع كله مريض. البو ما ينتبهش، الأم ما تنتبهش، المدرس ما ينتبهش، حتى واحد ما ينتبه، حتى السياسي اللي يحكم ما ينتبهش، لأنهم كلهم مرضى بفكر تغرس فينا. خلي الدين على شيرة، عطينا المشاكل هذو ما نحلوهم، فهمت؟ عطينا نحلوهم. أهم نقطة اللي لازم نفكروا فيها، تبي القناة تتوجه أكثر نحو مشاركتكم أنتوما، وأنا حطيت لكم في معناتها في هذا الفيديو وفي الفيديوهات الكل وفي القناة، فهمت؟ يعني نعمل اتصال مباشر ونناقشوا ونحكيوا ونفكروا مع بعضنا، وكل واحد يقول رأي، ويمكن أنت تبدلني وأنا مبدلك. حطيت معناتها الرابط بتاع الزوم باش نحاول نتصل اتصال مباشر بكل الأشخاص كل يوم على حسب توقيت هولندا من 8 للعشرة ساعتين. أي واحد عنده سؤال، أي واحد عنده فكرة، أي واحد عنده حاجة يحب يقولها، أي واحد يحب يتعلم حاجة يجي للزوم، فهمت؟ ويمكن يلقى وحود أخرين يناقش معاهم. طبعا أنا باش نحل الزوم كل يوم من 8 للعشرة على حسب توقيت هولندا. كما عندكم الفيسبوك متاعي، نجموا تتصلوا بيا كان تحبوا تعملوا مقابلة ولا تحبوا تحكيوا في موضوع معين، وعندكم يعني البريد الإلكتروني متاعي طبعا يمكن أن تتصلوا بيا كان تحبوا تعملوا مقابلة، خطر ياسر يقولوا لي نتصل بيك وما نحصلش عليك. راهو أنا اللي يتصل بيا واللي نشوف اللي هو اتصل بيا نتصل بيه. أما ساعات مثلا فما أشخاص يتصلوا بيا على تويتر، أنا ما نستعملش ياسر تويتر، أو ساعات معناتها يتصلوا بيا معناتها طريقة اللي أنا ما نشوفهاش، أو على جوجل بلوس. كما قلت لكم هناك الزوم من 8 للعشرة، هناك البريد الإلكتروني متاعي، وهناك فيسبوك. هذه معناتها الحاجات اللي حبيت نقولها لكم، وراني باش نرجع لتاريخ المعتقد والأديان، معناتها ما نسيتكمش، باش نرجع وباش نواصل إلى أن أصل إلى الإسلام، ونحاول باش نطرح وجهة نظري بعد كل هذه السنين وهذه التجربة. يعني 17 سنة وأنا ننقد في الإسلام، صحيح فترة طويلة كنت ننقد الإسلام أكثر شيء بالفرنسية، ولكن توا معناتها اللغة العربية أو بالفيديوهات، ولكن نشوف اللي فما ياسر مغالطات. كما قلت لكم ونقول لكم، الكذبة مش ديما كذبة 100%، قد نكذبوا بطريقة أن نخفي بعض الحقيقة. كما مثلا واحد اليوم سألني قال لي معناتها أنت تنكر أن الإسلام أصله مسيحي أو أنه هرطقة مسيحية. طبعا أنكر، لأن الإسلام ليس إلا مسيحية، الإسلام جمع معتقدات كثيرة جدا، فهمت؟ مسيحية ويهودية وزردشتية وحتى شرق أقصى، فهمت؟ يعني الإسلام لو تشوف الإسلام وتدرس الإسلام مليح، فهمت؟ تلقى إن الإسلام هو عبارة على ملخص لكثير من المعتقدات. ولكن هؤلاء الذين معناتها يقولون إن الإسلام أصله مسيحي وإنه هرطقة مسيحية، عندهم كما نقولوا احنا غاية في نفس يعقوب، يحبوا يقولوا للناس راهو الإسلام هو في الأصل مسيحية، وانحرف إذا نعودوا للمسيحية، كما مثلا الإذاعات أو المحطات التبشيرية، أو حتى مما يدعون الإلحاد والفكر الحر، وهم يدعون لهذه الفكرة ويقول لك نصف الحقيقة وما يقولكش بقية الحقيقة. بالنسبة لي أنا هؤلاء اللي معناتها يبشرون للديانات الأخرى وخاصة المسيح أو من ما يدعون الإلحاد ويقولون على الإسلام ما تقول الكنيسة، هؤلاء كلهم بالنسبة لي هؤلاء ما يختلفوش عن علماء الدين المسلمين، اللي كلهم الهدف متاعهم هي المصلحة الشخصية، سواء العقائدية سواء السياسية سواء الربحية، وبالنسبة لي ما عندهم حتى قيمة. أما حبيت نقول لكم راه فماش ما أسهل منك أنك تعمل قناة وتنقد الإسلام. كل شيء موجود في الكتب، كل شيء واضح، كل شيء واضح، الأشياء اللي موجودة خايبة في الإسلام واضحة. لكن ما ننساوش اللي الإسلام زادك كل دين آخر
في حاجات باهيه وما لازمناش ننكروها. احنا وقت نقولوا الاسلام خايب في حاجات خايبه مش يعني ما فيهاش حاجات باهيه، لكن الحاجات الباهيه فهمت هي امر مسلم، ومش كان في الاسلام، موجود في كل الاديان وفي كل المعتقدات، فهمت؟ اذا بالنسبه لي انا هدف اي انسان واعي وعارف هو انه يحل عينين الاخرين، مش يدعيه لدين اخر او لفكرته او الحاجه معناتها تزيدوا جهل على جهل، فهمت؟ هذاك علاش انا ديما نقول حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، فهمت؟ ورغم اللي انا عندي معتقدي، عندي المعتقد متاعي، فهمت؟ ولكن ما نقولوش، علاش ما نقولوش؟ على خاطر اعتبره معتقد شخصي، ولكن ما يمنعش اني نقول معناتها الافكار متاعي ونعبر على الافكار متاعي، وكل انسان لازم يجد المعتقد متاعه الخاص به، ومش مهم، مش مهم، يعني المعتقد متاعك صحيح ولا غلط، راك في مسيرة حياتك هذه تمشي وتطور هذا المعتقد وتزيد عليه وتبنيه انت وحده وحده، فهمت؟ ويكون معناتها بالنسبه ليك هو معناتها الركيزه نتاعك، لان الانسان بحاجه الى المعتقد. ما نجيش نحي معتقد ونخلي فراغ، فهمت؟ حط اي حاجه اخرى، حتى هؤلاء اللي يدخلوا في المسيحيه، هما مرحله يدخلوا في المسيحيه ثم يعرفوا حقيقتها وكذبها وقداحها ويخرجوا منها، فهمت؟ يعني اكثر اللي نعرفهم انا اللي الان معناتها ملحدين او لدينيين مروا من الاسلام للمسيحيه ثم خرجوا عليها شويه بشويه حتى لين تحرر. اذا اكثر الاشخاص اللي معناتها ما ياسر اتصلوا بيا يقول لي انا كيفاش باهي الاسلام غلط، لكن شنو هو الدين اللي نتبعه؟ يا ولدي ما تتبع حتى دين، تبع نفسك، حط معتقدات روحك انت، حطهم، وحتى كان هما غالطين ولا ماكش متاكد منهم زيد اتاكد منهم، ومازال العمر طويل قدامك حتى ينضج هذاك الفكر. المهم تملى حياتك، تملى حياتك وما تقعدش في حالة فراغ، فهمت؟ يا سيدي نحيت الإسلام، مثالش خذ مذهب من المذاهب بشوية بشوية، من بعد نحيه، من بعد خذ دين آخر ونحيه، من بعد يا سيدي يقعد ربوبي، من بعد بشوية بشوية هذا الرب بدأ نحي فيه، فهمت؟ حتى لين تنحي ربهم الكل، فهمت؟ وتؤمن بنفسك، بذاتك أنت، هذا هو المهم. الإنسان اللي ما يحققش ذاته في الحياة هذه راه ما عنده حتى قيمة، كيفه كيف الأنعام بل أضل سبيلا كما يقول القرآن. كما قلت لكم القرآن فيه حاجات باهية وفيه حاجات خايبة، والإسلام فيه حاجات باهية وفيه حاجات خايبة، وأي دين فيه حاجات باهية وفيه حاجات خايبة، ولكن البشر يعني يمكن يوظف هذا كما يحب هو، فهمت؟ لأن الأفكار والأديان والكتب وغيرها ما هي إلا كتب، يعني كان ميطبقهاش إنسان وما يؤمنش بها إنسان وبالطريقة اللي يؤمن بها هي اللي تعتبر مسألة خطيرة. إذا هذا اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو. أنا باش نرجع للفيديوهات، نوعدكم باش نرجع، أما راهو القناة باش تكون أكثر متنوعة، ونطلب منكم باش توزعوا الفيديوهات، أرجوكم راهو ما فماش توزيع بالكل، وإنكم تعرفوا القناة، وأنا نحيت كما قلت لكم تعلموا دين ربكم، خاطر ما عادش نحب فديت من المواجهة، نحب معناتها تكون القناة للجميع، للجميع، مسلمين مسيحيين للكل، يا سيدي كل واحد يقول فكره، لأن معناتها الحرية، الحرية الفكرية بالنسبة لي أمر مقدس، أمر مقدس لا نقاش فيه، فهمت؟ لأن بدون التفكير بصوت عالي وبدون النقاش وبدون تعرف أفكارك ونتعرف على أفكارك ما يمكنناش نتقدم، والغرب والدول المتحضرة ما تقدمت لا ما فتحت باب الحوار، حتى العالم الإسلامي وتنرجع بين قوسين ما يسمى العصر الذهبي فتح باب الحوار، وعندما يفتح باب الحوار تتطور المجتمعات. المهم الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.